مرحبا بكم في تركي نتنا جديدة. شقولكم في الديكور والدنيا والجو؟ نحنا كي نرجعوا لكم نرجعوا بحاجة ما أحسن. عنا أيامات من اللي تعدى اليوم الوطني لحرية الإنترنت نهار 13 مارس، والكلنا نرجعوا في الإنترنت لتلقى البلوكاج لاسونسور، وتقريبا الناس اللي كبرت مع الثورة عمرها لقات إنترنت مسكرة ولا شكون يتبع فيها. مين يقول قايل علاش عنا يوم وطني لحرية الإنترنت؟ ولهنا نقول لك برا جيب شربك وإجا إركش، خلي نفرك الرمان. كيف ما قلت لكم فإنه 13 مارس من كل عام هو اليوم الوطني لحرية الانترنت اللي تعمل في 2012 في ذكرى وفاة شهيد الانترنت زهير اليحيوي، شهير الزو والتونسي. ايه مخسرة ما هويش يوم وطني رسمي، خاطر المنصف المرزوقي كي حطه في 2012 ما حرصش باش يتحط في الرائد الرسمي. زهير عمل سيت اسمه تونيزين في 2001 ينقد فيه في نظام بن علي بالدارجة وبارشة تفريح. في 2002 وقت اللي بن علي عمل استفتاء باش يزيد يحكم ويقعد رئيس ويطلع في سن الترشح من 70-75 سنة، زهير اليحيوي في السيت متاعه هبط استفتاء هل تونس جمهورية ام مملكة ام حديقة حيوانات ام سجن، ويظهر لي مازال النجم نسالوه نفس السؤال. السيت هذايا هبط برشا حاجات يفضح فيهم نظام بن علي والخور اللي كان يعمل فيه، وصل حتى عمل كومبيتيسيون في اطار تفدليك شكون ينجم يطلع اقوى نكته على بن علي والتجمع، والجوائز في الكومبيتيسيون هذايا سنين حبس وكل نكته وعوامها. في تونيزين هبطت رساله من القاضي مختار اليحيوي اللي هو عم زهير اليحيوي، اللي يقول فيها حرفيا نظام بن علي اللي هو ما يتشرفش يكون قاضي في تونس. زهير اليحيوي تحكم بعامين حبس بتهمه نشر اخبار كذبة، وعدى منهم 18 شهر عمل فيهم 3 إضرابات جوا. المجتمع الدولي تحرك على الموضوع وخرج زهير بنفسية تعبة وبدن مريض، وبعدها توفى نهار 13 مارس 2005 في سبيطار الحبيب ثابت. قبل تونيزين كان فما كوليكتيف اسمه تكريز تعمل عام 1999 وقايم أساسا على الراديكالية والسرية. الكوليكتيف هذا تحدى بن علي وخذي البيراتاج كفورما نتاع تحرك احتجاجي كيما أنونيموس ومستر روبوت. برشا مواقع كانت مصنصرة قبل كيف نويت اللي انتم تتفرجوا فيها توا داير، واللي تعملت عام 2004 وكانت الترناتيف للإعلام الرسمي بتاع نظام بن علي، كانت عبارة على مدونة حرة تمثل الصوت الحر بعد ما تشد زهير اليحيوي وقف التهبيط في تونيزي. أبار موقع نويت كانوا فما برشا سيتات أخرين مصنصرين كيف وات تي في وريفي تونيزيا وتونيسي نيوز وبي دي بي انفو وإرسيف وأمنيستي انترناسيونال والجزيرة وهيومن رايتس ووتش، هذم الكل وبرشا أخرين. ريت كي تدخل سيتات هذوما يخرج لك 404 نت فاوند، هذه اللي تصور برشا منكم يسمعوا بها سمع. يقول قايل علاش نحكي لكم في الحكايه ذي باش تعرفوا انه فما ناس ماتت باش وصلنا اللي نحنا فيه تو، ناس شدت الحبس، ناس ولات مهرسله وتنجرت تبعث ورا الشمس في اي لحظه. وقتها لا فما لا تيك توك ولا انستغرام وحتى يوتيوب وفيسبوك كل نهار وقسموا انت وكيف السيستم. اما فما ناس بالرسمي ناضه ضد ماكينه بن علي اللي كانت تجسس عليك في دارك وتعرف شنو هي السيتات اللي حليتهم ولا المواضيع اللي تلوج عليهم. السنسور متنحات في تونس كان مسيل الدم وماتوا شهداء وطاحوا برشا جرحى، وتنحات نهار 13 جان في وقت اللي بن علي خرج يعمل في خطاب مرعوب للشعب يحب يسلكها. وقتها برشا ناشطين رفضوا الخطاب هذا وما تعدد لهمش حربوشه مش بيوتيوب وديلي موشن مش يبيعوا دمك يا شهيد. نهار 13 جان في زادة خرج من الحبس عزيز عمامي وسليم عمام وصلاح الدين كشوف وكالوتشا وبولة سكان بعد ما توقفوا على خطر نضالاتهم من اجل الحريات وخاصه حريه التعبير والحريات الرقميه. الناشطين على الانترنت وقتها واللي كانوا يتسموا مدونين كانوا عندهم دي بلوج يهبطوا فيهم ارائهم ومواقفهم على مواضيع الممنوعه في تونس، هذا بخلاف اللي هبطوا فيه على البروفيلات نتاعهم في الفيسبوك وكانوا يحكيوا على الحريات السياسيه وحريه المعتقد والحاجات هذيك الكل. في افريل 2010 اكثر من 70 سيت تسكر نتاع مدونين وسياسيين وناشطين وعباد عاديين ما عندهم حتى علاقه بالانتماءات السياسيه. وقتها بدات حمله سيب صالح والمدونين هبطوا تصورهم على اساس يندوا كونتر سانسور، صارت حاجه تشبه للانتفاضه على فيسبوك وتويتر والبلوج والفورم. اما بما ان الخوف مسيطر وقتها فان الحركه هذه قاعده تضيقها بالرغم من العبيد اللي فانسيت وكورجت وشاركت في الحمله هذه. في الوقت هذا المدونين والناشطين هبطوا اسم عمار 404 على السانسور، عباره واحد اسمه عمار عنده كاميونه 404 يستنى فيك في الدوره باش تحل الانترنت باش هو يقص عليه. عمار يا عمار هيا الى العملي قدم لك 404
خنحشو الانترنت. وعلى ذيك اتعملت حملة نهار 22 ماي 2010 اسمها نهار على عمار، وبرشا ناس مدونين هبطوا للسنترفيل وقعدوا في القهاوي وهما لابسين مراول بيض وهزين في ايديهم ياسمين على اساس احتجاج كونتر سانسور. هذا الكل كان بلان بي للمظاهرة اللي كانت مبرمجة من الاول، واللي سليم عمام وياسين عياري مشاو على المباهة الداخلية وصوروا في الباركينج نتاعها، كيف ما نقولوا عملوا فلوج في الداخلية. قبل ما نسبوا الثورة ونقولوا اللي هي ما جابت لنا حتى شيء، لازمنا نعرفوا انه فما برشا حاجات ربحناهم وعايشين بهم نحن تو ما كانش مضمونة قبل، كيف حرية الانترنت وحرية التعبير وحرية التظاهر، وكانوا فما ناس يد واحدة وناضلوا كونتر قمع بن علي، رغم اللي بعد الثورة كل واحد شد ثنية وينجموا ما عادش يخزروا للدنيا كيف كيف. برشا ناس وصلت مناصب سياسية كيف طارق الكحلاوي اللي شد المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، وياسين العياري اللي ولا نايم في 2017، وسليم عمام وزاده اللي عمل حزب القراصنة وشد كاتب دولة للشباب في أول حكومة بعد الثورة. فما ناس أخرين شدوا ثنية أخرى كيف عزيز عمامي اللي شارك في برشة تحركات وناظر كونتر قانون المصالحة وأطلق حملة حتى أنا حرقت مركز وغيرها وغيرها، واليوم قاعد يحضر بشي أسس حزب. ولينا بالمهني اللي خيط التونس وتجري من بلاصة لبلاصة باش توثق أحداث الثورة، واللي توفيت نهار 27 جانفي 2020. أما سفيان الشرابي اللي مشى ليبيا واختفى غاديك عنده أكثر من 7 سنين، وفهم برشا أخبار متضاربة على مصير. آخر حاجة حاب نقولها لكم إنه فما جيل ناضل وعارك وحارب السلطة بطريقته وصل ساهم في الثورة وكان سبب باش نحنا نوصلوا الكونكتيف في الإنترنت بالحرية اللي نعرفوها تو. أما مازالت العركة متواصلة ومسؤولية الجيل هذايا باش يكمل فيها. هذه كانت حلقتنا اليوم في تركينتنا الجديدة، ما تنساش باش تعمل أبونيت تحط لنا كومنتير وتحط جيم، وهاو الإنستغرام تاعي والإنستغرام تاع نهويت، ونتقابلوا في الحلقة الجاية. باي باي.